نشرت كلية الجراحية الأمريكية في مجلتها العلمية دراسة البروفيسور عايد القحطاني متعلقة بجراحات السمنة عند الأطفال وصغار السن، ونشرها على وسائل الإعلام الأمريكية، حيث تعتبر الدراسة والتي قادها البروفيسور القحطاني كأكبر دراسة في هذا المجال على مستوى العالم، وذلك عن النتائج المميزة للأطفال الذي أجريت لهم عمليات السمنة مع البروفيسور على مدى 10 سنوات. ويضم إليه في الاستديو استشاري جراحة السمنة والمناظير بروفيسور عايد القحطاني. مرحبا دكتور عايد. الله يحييك، سعيد جدا بوجودي معكم اليوم. ونحن أسعد. ببداية نبارك لك على هذا الإنجاز، ما هي فكرة الدراسة والبحث؟ شوف، هي دراسة تعتبر دراسة نوعية، وهذا السبب أنه المجلة الأمريكية وأيضا كلية الجراحة الأمريكية اهتمت فيها، أنه تابعنا كل الأطفال أو جزء كبير منهم اللي عملوا العمليات. إحنا بدأنا يمكن من 2002-2003، وهذه تعتبر من الخبرة الكبيرة في العالم كمدة زمنية، إحنا نتكلم على أكثر من 20 سنة. تابعنا هالأطفال، وكانت في أسئلة تدور في ذهن الناس والعالم، خاصة المتخصصين سواء في الأطفال أو في الجراحات السمنة، أنه هل تجرى العمليات لهذه الأعمار الصغيرة سواء تحت 18 سنة أو تحت 14 سنة، وإيش يصير لهم؟ هل ينمون؟ هل تغير نموهم؟ هل يتأثرون؟ فكانت في أسئلة غير مجابة، فكنا نتابع هالأطفال لأكثر من 10 سنوات ونجاوب كثير من الأسئلة عن وزنهم، نموهم، جميل، الأمراض اللي عندهم، السكر، الضغط، الكوليسترول، هل تتحسن مع الوقت وهل تبقى متحسنة ويحافظون عليها ولا لا. هذا الاهتمام فيها من هالناحية، أنه الدراسة اللي 2000 وهذا أكبر دراسة في العالم، 2500 طفل تقريبا مروا بهذه العمليات، ثم تابعنا كثير منهم مر عليهم 10 سنوات وتابعنا نتائجهم ونشرناها في المجلة الأمريكية للجراحين. هذه تدل على أنه هناك اهتمام كبير فيها، وإنها أجابت على أسئلة كثير بالنسبة لأذهان الناس. جميل جدا. دكتور عايض، يعني ما أبرز ما يميز هذه الدراسة؟ هل بسبب مثلا الأكل الصحي لدى الأطفال؟ هل بسبب يعني حصولكم على مدى 10 سنوات عدد الأطفال الكافي؟ ما أكثر ما يميزها؟ الجزء الأول هو أنها نوعية، يعني ما في شيء سابق نشر بهذا المجال في هذا بالأسئلة اللي ذكرناها. اثنين، انها العدد الاطفال فيها 2500 طفل يعتبر عدد كبير جدا. يوم نتكلم اصلا المراكز اللي تعمل جراحات الاطفال للسمنه للاطفال قليله جدا في العالم، يمكن تجاوز 5 أو 6 مراكز، ويمكن ما في مركز متجاوز 100 حاله. تصور من 100 حاله او 200 حاله الى 2500 حاله تعتبر خبره كبيره جدا، يجب ان تكون مرجعيه. فهي دراسه نوعيه، دراسه مرجعيه، ثم انك لما تتابع اطفال لفتره معينه، يعني سمنه الاطفال اثرت عليهم وأدت إلى السكري. 10% من الأطفال الآن عندهم سكر نوع الثاني، وهو عادة حق الكبار، لكن نشوفه في الأطفال، والضغط والاختناق أثناء النوم والكوليسترول. فهذه النوعيات من الأمراض اللي عند الأطفال العالم قاعد بيبحث عن حلول إيش أعمل فيها، ومنها الأكاديمية الأمريكية، منها الأكاديمية كلية الجراحين الأمريكية يبحثون عن حلول. لما تعطيهم النتائج تعطيهم تعتبر بالنسبة لهم شيء كبير جدا، واهتموا فيها بشكل كبير جدا، وبالتالي هذه النوعية فيها أو الأهمية لها هي النقاط هذه اللي ذكرناها. طيب، على مدى 10 سنوات أجريت يعني عديد من العمليات، ما هي نتائج تلك العمليات؟ شوف، طبعا أولا من حيث الوزن، الناس اللي مروا سواء كبار أو صغار، ولكن نتكلم على الصغار الآن، حافظوا على 70% ل80% وزنه. يعني واحد عنده خلينا نقول 100 كيلو زيادة، 70 كيلو حيستمرون إلى 10 سنوات ما يرجعون له، يعني حافظ عليهم. ثم أكثر من 70% منهم اللي عندهم سكر نوع ثاني حافظوا، يعني شفوا منه بإذن الله وحافظوا على الشفاء منه. وايضا بالنسبه للضغط والاختناق اثناء يعني بعد عمليه الجراحيه احتمال يرجع الشخص الى وزنه، يحافظ على وزنه الطبيعي، يعني طبيعي. يتكلم على 70% من الوزن الكلي اللي فقده. يعني مثلا اذا عنده 100 كيلو فقد، خلينا نقول بعد 10 سنوات وجدته عنده 70 كيلو منهم مش موجودين، يعني وزنه الطبيعي خلينا نقول واحد وزنه 200 بس الارقام علشان الناس يفهمونها اكثر، 200 وفقد 100 منهم، هالمية بيبقى 70% ما يرجع لهم، يمكن يرجع له 10 كيلو 5 كيلو 15 كيلو 20 كيلو لكن حيبقى وزنه. وهذه الأهمية لأنك على 10 سنوات هالأطفال اللي يجري لهم العمليات يحافظون عليها مدة طويلة. وطبعا أنت يمكن في أشياء كثيرة تعلقت، مش هذه الدراسة فقط، دراسات سابقة نشرناها يمكن قبل 8 سنوات في أكبر مجلة، أيضا مجلة سماها الأنالز أوف سيرجري، مجلة من المجلات المتخصصة في الجراحة، تعتبر المرجع الأول في الجراحة. ثم بينا فيها أيضا، قارنا بين أطفال ما أجروا العمليات، لأن هذا سؤال مهم في أذهان الناس. طيب، هل
ينمون ولا يتأثر رموهم. وهذا اللي خلى بعض الأطباء أنه يقول لك والله ما أسوي عمليات لأنه خاف يتأثر رموهم. إحنا جاوبنا على هالسؤال هذا وقارنا أطفال أجروا العمليات وأطفال ما أجروا العمليات وتابعناهم فترة طويلة. مين نتوقع اللي نما أفضل؟ اللي سوى العملية. ليش؟ السمنة معيقة، السمنة تغير هرمونات في جسم الطفل، وبالتالي بدل ما تساعده في النمو لا هي تعيق نموه. فإحنا لما نشيل السمنة منه بعملية أو بأي إجراء آخر تجد أنه ينمو أفضل. فإحنا بينا فعلا أن نموهم بعد هذه الفترة ما يتأثر. طيب جميل جدا. في بعضهم يتساءل كم تستغرق يعني رحلة العلاجية المريض بالسمنة خاصة بعد العملية؟ الأهم نقطة في مريض السمنة سواء كبير أو صغير اللي هو الشهرين الأولى، هذه أهم شيء، أنك خلاص تحس أنك استقريت وأمورك طيبة وماشي تمام وبرنامجك وأمور تمام. ثم أهم مرحلة ثانية بعد الشهرين الأول هي السنة الأولى، ولهذا نقول للناس اللي يسوون عمليات السمنة يجب أن تهتم بالسنة الأولى لأنها هي السنة اللي تعيد تشكيلك، سوائلك، فيتاميناتك، غذائك، كل هذه الأمور مهمة جدا. ولهذا أني أسوي عملية وأنسى وأترك المتابعة أو ما في التزام بالتعليمات اللي بأخذها لا نتائجك ما تكون جيدة. فلهذا نرجو أن كل الناس اللي يسمعونا يلتزمون بهذا النقاط. وأيضا من الأهمية بمكان حتى يعني الأطفال، لأن الأطفال يعني كما ذكرت هناك لما تسأل، أجروا دراسة يمكن قبل حوالي 8 سنوات أو شيء وسألوا كل الأطباء والتمريض والناس المتخصصين في الحقل الطبي، طب أطباء الأطفال، هل تحول مريض طفل جاك بسمنة للجراحة؟ 80% قالوا لا. طبعا أنا أجريت محاضرة كأستاذ زائر في الأمريكان أكاديمي بيدياتريك، ولما في بداية المحاضرة سألنا سؤال عام، مين بيحول منكم يا أطباء الأطفال للجراحة؟ ما حد رفع يده، ظننا طيب. وريناهم النتائج كيف يحصل لهم بعد 2-3 سنوات، يمكن كلهم رفعوا ايديهم بعد المحاضره انه نعم معقوله هالنتائج. لما توريني طفل على كرسي ما يقدر يمشي وزنه 150 كيلو وتبين لي بعد 2 أو 1 سنة كيف حاله، ولما تبين لي شخص ما يقدر ينام وهذه كانت في الصفحه الاولى للوول ستريت جورنال، طفل ما يقدر ينام من بيشه كان ينام جالس ما يقدر يختنق لما ينام وتغيرت حياته بعد كذا، لا الناس حيتغيرون. ثم الإرشادات حق الأمريكان أكاديمي بيدياتريك اللي هي الأكاديمية الأمريكية للأطفال، والإرشادات تبع اللي هي الأمريكان برياتريك سيرجي اللي هو جراحة السمنة للكبار أو للصغار، نشرت إرشادات وتغيرت بناء على الخبرة السعودية. طيب دكتور، يعني في نقطة معينة يعني دكتور عايض، يعني تعد هذه الدراسة الأكبر حول العالم خاصة وتم نشرها من كلية الجراحة الأمريكية وأيضا نشر في وسائل الإعلام الأمريكي، من وجهة نظرك ما هي الأسباب؟ شوف لا شك أنك لما تجي تنشر على الأمريكان كوليج أوف سيرجي، هي مجلة علمية معروفة راقية ومرموقة وعريقة جدا، وتجي مش مجرد أنها تقبل النشر، لا تهتم فيها بشكل كبير، ثم تنزل خبر صحفي للوسائل الإعلام الصحفية أن هذه الدراسة مهمة جدا. هذا يدل على قديش هي مؤثرة في اتخاذ القرار. أنت لما تجيب معلومات بهذا الشكل وتنشرها علمية موثقة ل10 سنوات أكيد حتتغير الممارسة لدى الأطفال ولدى الجراحين ولدى استشاري الجراح. وإن شاء الله يعني نفتخر فيك يا دكتور عايض، وإن شاء الله من إنجازه إلى إنجاز دكتور عايض القحطاني استشاري جراحة السمنة والمناظر. شكرا جزيلا. شكرا لك.